جواز الغوازي؟ والله لقلب حالك ضلمة يا ولد الرام. مين ده اللي جاي يخلصه من يدي؟ يسعد مساك يا أمه، عاوز سلم في كلمتين. اللي جابك يا واد؟ مفيش، أنا عايز سلم في كلمتين يا أمه. كلمتين إيه؟ كلمة، أنت عبيط؟ عبيط ولا بتستعبط؟ أنت مش داري إن حللته إياك. أنا مش هعطله، هي كلمة وهمله طوالي. أحسن برضك، يمكن يتهدوا. بتقولي حاجة يا خالي؟ ما بقولش. خليك واقف مطرح وانا هقول. في ايه يا اما؟ معاكي امر بتقبض عليا ولا ايه؟ فزعتيني. صاحبك واقف مستنيك على الباب. صاحبي مين؟ طه. طيب قولي هو عاوز ايه. انت لازم تعرفي كل حاجه. اتكل على الله. انت هقول لك بعدين. اتكل على الله. مساء الفل يا عريس. مساء الفل يا اخويا. انجز، فين المصلحه؟ هو انا متجوز عشان انت اللي تحضني؟ بعد عني. في جيبك يا بركه. في جيبي؟ ده انت خطير، ابهرتني. اجري يلا، اتكل على الله. طمني الاول، ايه الاخبار؟ ايدي ورمت من كتر التسقيف عشان عوقت علي. ماشي، صباحيه مباركه ان شاء الله يا عريس. انا هتوكل على الله. عايز حاجه؟ اتوكل على الله. سلام يا عريس. انت عيل غتيت موعدي. مساء الفل يا امه. واد يا سالم. خير؟ فض المسخر اللي جوه، عيب عليك. ايوه صح يا امه، احنا صعيده عندنا تقاليدنا وعوايدنا. مرتي ترقص لي كيف؟ انا اخش اطلقها عشان ترقص لي براحتها؟ في ايه يا امه؟ في ايه؟ للدخلتي يا امه، للدخلتي. رجالة آخر الزمن بترقص حريمها كمان. يعني ينفع تهمني كده يا سالم وأنا برقص لك؟ معلش. وبعدين أنت كنت بتكلم من برا. مالك أنت باللي برا؟ خليكي في اللي جوا. بقول لك إيه؟ أنا مش عايزك تركزي في أي حاجة في الدنيا غيري وبس. وأنا ليا من غيرك دلوقتي يا حبيبي. يا أبويا أما. أنا مش عايز حاجة في الدنيا غير إنك تبقي كده. بس ما خبيش عليك. لا خبي وبعدين نبقى نشوف. أنا لساتني خايفة قوي. وأنا كده والسلام. في إيه؟ ما قريبك مشي مرضي ووافق على الجوازة، يبقى منين يجي الخوف؟ مش القصد، بس ما عارفاش، حاسة قلبي كده مش راسي في مطرحه، كأنه بيتنفض جواي. عارفاش كنا من الفرحة ولا من الخوف. بقول لك ايه يا بيت، مش طالبة نكد خالص في الليلة دي. امشي يا نكد، امشي امشي. ما هو لو ما امشيش انت اللي هتبقي خسرانة وعيالي يا بيت. ها يا ابويا امه، عالوش لما ينكسف ويحمر كيف القمر وقت خسوفه. فرتيكة ثانية الا ثانية ورجع لك. هتهملني تاني؟ يا بت مالك مالك؟ اهمدي استعدي كده ولين وسطك وانا مش هعوج عليكي. حلو الريش ده قوي. زلزليني. يا رب ما تحرمنيش منه، ده بقى نور عيني. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.